أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من أسئلة عن الإيمان ومعنا أيضا ضيفنا الكريم جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أهلا وسهلا شكرا وردتنا رسائل كثيرة أيضا نشارك معكم بعضها هذه الرسالة أتت من مصر البلد الحبيب مصر السادة مسؤولي برنامج أسئلة حول الإيمان وأسئلة عن الإيمان جناب الآب الورع القمص زكريا بطرس سلام ونعمة أود أولا أن أعبر لكم عن وافر شكرنا وامتناننا على الجهد الرائع المبذول للبرنامج المقدم على قناة الحياة وإنني من المتابعين لهذا البرنامج أرجو منكم إمدادي بنسخة من كتاب أولاد إسماعيل أولاد إسماعيل هو كتاب أصدر منذ فترة في هذا الكتاب هناك مشاركات عن أناس كثيرين كانوا مسلمين والآن مسلمين إلى الله وعرفوا الإله الحقيقي أيضا وهذا الكتاب موجود لدينا ونقدمه هدية للمشاهدين رسالة أخرى أتت لنا من يبدو أنها من البلد الأوروبي ألمانيا أو ألمانيا إلى أسرة هذا البرنامج الرائع والمحترمين وإلى جميع أسرة قناة الحياة إخوة المؤمنين هذه هي المرة الأولى التي أكتب لكم فأنا سعيدة جدا في هذه الكتابة وبما أنني لم أشاهد برنامجكم الرائع سوى مرتين أو ثلاث مرات ولكني شعرت بأنني أصبحت واحدة من هذه الأسرة الرائعة وسوف أزداد فخرا إذ قبلتموني أخت وصديقة لكم أتمنى أن أتواصل معا بالمراسلة وسأكون شاكر لكم وهذا يزيدني فخرا نحن نشكر الله من أجلك أختنا الأخت خالدة ونشكر الله من أجل كل أفراد العائلة السماوية لأن عائلة واحدة تربطنا في إله واحد ومخلص واحد شكرا لدينا أسئلة كثيرة ونعود إلى موضوع الإعجاز اللغوي والأخطاء النحوية وهو أن القرآن هو أساس البلاغة يقول السائل أن القرآن هو أساس البلاغة لأنه يمتاز عن الإنجيل في إعجاز لغوي تام فما رأيك في هذا السؤال؟ أمين وكان في سؤال الأول من مرجع من الحلقة اللي فاتت نعم فممكن نخليه مع الأسئلة بعد ما نخلص الرسالة نخليه لآخر لآخر نعم. جلسة نعم ماشي أشكرك هو الحقيقة الحديث عن الإعجاز اللغوي للقرآن اتكلم عنه كثيرون بلا شك نعم وأيضا اتكلم عنه الدكتور زغلول النجار في كتابه من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فقال سيدنا محمد جاء في زمن كانت المزية الرئيسية لأهل الجزيرة العربية فيه هي الفصاحة والبلاغة وحسن البيان فبقول لأجل هذا زي موسى ما كان في عصر السحر وفي عيسى كان عصر الطب فمحمد كان عصر اللغة فده الإعجاز اللغوي للقرآن بس أنا بتسائل ولا يمنع السؤال طبعا احنا في ابتدائي درسنا اللغة العربية من أول ابتدائي المرحلة الأولى ونعرف قاعدة إن وأخواتها فإن بتنصب المبتدأ وترفع الخبر وترفع الخبر يعني لو قلنا مثلا هذان تلميذان مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع نعم لما تخش عليها إن نقول إن هذين تلميذان إن هذين لما أنا بقرأ في القرآن وآجي عند اسم إن في أكثر من موضع وفي أكثر من آية نعم نلاقي يحط اسم إن مرفوع مثلا سورة طه آية 63 سورة طه آية 63 إن هذان لساحران وعشان ما حدش يظن ان انا اللي بألف وبدعي وان هي كده سليمة 24 رات تعرف جيدا ان انا برجع للمفسرين هي من نعم فتفسير القرطبي يقول ايه هذه في سورة طه صح في سورة طه آية 63 نعم تفسير القرطبي بقى على هذه الآية
يقول لك قرأ أبو عمرو إن هذين لساحران. يبقى دي جاب قراءة إيه من القراءات المختلفة بتاعة القرآن، إن الصح إن هذين. وأكتر من كده بقول لك ورويت عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما قالوا برضو إن هذين، وغيرهما من الصحابة قالوا برضو إن هذين، وكذلك قرأ الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين. ما هو في صحابة نعم وفي التابعين لما جم بعد الصحابة برضو أروها إن هذين. ومن القراء الذين قرأوها هكذا عيسى بن عمر وعاصم الجحدري. الله، طب ليه جاي هنا هذان؟ شوف بقى الإضافة اللي بيضيفها القرطبي. أنا أرى أن هذه أمانة وشجاعة من القرطبي. ده شوف بيقول إيه أكتر من كده، ما لما تشوف اللي حيقوله ده تقول إيه. بيقول في التفسير بتاعه هذه القراءة إن هذين لساحران، هذه القراءة موافقة للإعراب. صح، بس شوف اللي جاي يقول لك إيه، وإن كانت مخالفة للمصحف. موافقة الإعراب مخالفة للمصحف؟ لا، ده المصحف اللي مخالف للإعراب بصراحة. كده بقى يعني مش كده؟ هذا كلام خطير، لكن أنت تستند على شجاعة القرطبي في هذا الموضوع. طبعا هو في حد يقول الكلام ده إلا إذا كان شجاع بيعلم. نعم. فعلا طبعا كان شجاع. وعلى فكرة الموضوع ده بتاع الشجاعة دي بيفكرني بمقال للمستشار محمد العشماوي فروز اليوسف بتاريخ 22/8 سنة 2003. نعم. تحت عنوان عجيب قوي كاتب في العنوان: المسلمون لا يحتملون اليوم ما قالوه منذ 1000 عام. يعني اللي اتقال من 1000 عام كان أشجع من الناس بتوع النهاردة. يعني القرطبي من 1000 عام يقول إن ده موافق للإعراب مخالف للمصحف. يقدروا يقولوها النهاردة دي؟ أبدا. فالعشماوي بيقول لهم اللي كان ممكن يتقال من 1000 سنة النهاردة ما حدش يقدر يقوله. شكرا للمستشار محمد العشماوي أنه لديه شجاعة فعلا. صحيح. أن يقول هذا الكلام. صحيح. يوجد هل لديك أمثلة أخرى عن مخالفة المصحف لقواعد الإعراب؟ كتير كتير كتير. مئات. أقول لك في سورة المائدة آية 69 يقول: إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. ليه بس؟ ما هي والصابئون دي الواو عطف، عطف على اسم إن. الصابئين. الصابئين. تقول في أي سورة؟ دي في سورة المائدة آية 69. يقول لي لا هي الصابئون صح. طب بس استناني بقى. لأن في سورة البقرة آية 62 إن الذين آمنوا والذين هادوا نفس الكلام والصابئين. قل لي بقى مين اللي صح فيها، الصابئون ولا الصابئين؟ ما لو قال لي الصابئون اللي صح أقول له تبقى البقرة غلطان، وقلنا قال البقرة صح يبقى المائدة غلطان. قصدك سورة البقرة؟ نعم. سورة البقرة نعم وسورة المائدة نعم مختلف بين الاثنين. وفي سورة الحج أو الحج يقول لك إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. فسورة الحج متفقة مع سورة البقرة. وتطلع سورة المائدة محتاجة إلى تفسير. تفسير تحتاج إلى تفسير. تحتاج إلى تفسير. نعم. لإيضاح هذا التناقض في الشيء الواحد. الآية بتتكرر بكلمتها ما عدا إعراب ديت مرفوع، وهي نفسها في موقعها اسم إن منصوب. فهذا التفسير. هل اللوح المحفوظ مكتوب فيه الصابئون ولا الصابئين؟ وإن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، حافظينه بقى الصابئون ولا الصابئين؟ أكاد أسمع تقول هل هو هذا كلام الله؟
فعلا ما ده النتيجة الأخيرة، ودي متروكة بقى لحفظنا المشاهد يعني ودراسته وأبحاثه. يعني الموضوع محتاج إلى دراسة متأنية. أنا لا أعتقد أنه هناك أمثلة كثيرة على هذا الموضوع. لا حضرتك كتير قوي. كتير قوي قوي قوي. بص في سورة النساء مثل آخر. نعم. سورة النساء آية 162 يقول لك إيه؟ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله. ديت لكن النون مخففة، لو كانت لكن كان يجي اسمها منصوب. ده قواعد اللغة بتقول كده. نعم. دي جت لكن ساكنة. نعم. فما تنصبش اسمها. فيظل اسمها مرفوع. وعشان كده قال لك لكن الراسخون مرفوع والمؤمنون مرفوع والمقيمين دي معطوفة على مرفوع. المقيمين الصلاة المفروض انها والمقيمون. هذا في سورة النساء. سورة النساء 162. ودليل ان حتى كمل وقال والمؤتون مرفوع الزكاة والمؤمنون بالله مرفوع. طب ايش معنى اللي في النص دي سقطت وبقت منصوب؟ مشكلة خطأ. ما هنشوف. احنا ما نقدرش نقول. لكن دعنا نشوف المفسرين. ولا مؤاخذة يعني. مع احترامي رأيك. يبدو حسب كلام. يبدو خطأ. حسب الظاهر هذا الشكل. لكن برضو نرجع للمفسرين. اتفضل. لاننا لا نملك الحكم في تفسير القرآن. نعم. تعالى يقول لك ايه الطبري. يقول لك اختلف قائل ذلك في سبب مخالفة اعرابها. اختلف. بيقر. فقال بعضهم ذلك غلط من الكاتب والصواب هو والمقيمون الصلاة. يعني اعترف انها لازم تبقى ايه مقيمون. وقالوا الغلط منين؟ من الكاتب. انا ماليش دخل بالكاتب، انا ليا دخل باللي قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ليه يسيب الكاتب يغلط؟ طب ما يمكن بقى الكتاب غلطوا في حاجات تانية بقى. ده اللي ظاهر لنا. إيش عورانا بقى ما إذا كان دخلنا مبدأ غلط الكاتب ممكن يغلط بقى في المعاني والأصول وإلى آخره. صح ولا لا؟ نعم. فأدي يقول لك غلط من الكاتب. وأضاف الطبري برضه عن الزبير قال قلت لأبان ابن عثمان ابن عفان ما شأنها كتبت لكن الراسخون في العلم منهم والمقيمين الصلاة؟ قال إن الكاتب لما كتب لكن الراسخون في العلم منهم حتى إذا بلغ هذه الكلمة المقيمون قال ماذا أكتب؟ قيل له اكتب والمقيمين الصلاة. فكتب ما قيل له. يعني الغلط مش على الكاتب، الغلط على اللي بيملي. مرة يقوله الكاتب ومرة يقول اللي بيملي. هو أنا مالي ومالي الكاتب واللي بيملي؟ أنا فين الله؟ فين اللوح المحفوظ اللي زي اللوح المحفوظ؟ فين؟ وأكمل الطبري حديثه قال عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سأل عائشة عن قوله والمقيمين الصلاة ليه اتكتبت، وأيضا عن قوله والذين هادوا والصابئون المختلفات بقى، وعن قوله إن هذان لساحران. سأل عائشة فقالت يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب. حاجة تخبل. Yeah. طب والحاجات اللي احنا مش عارفينها بقى طلعت غلط ولا مش غلط؟ ما اذا كان مبدأ الغلط دي مشكلة. No. ان يخش مبدأ الكاتب يغلط، طب ما ممكن يغلط في حاجات تانية. ما حدش واخد باله منها. وهذا عين ما ذكره الساجستاني ابو داود الساجستاني في كتابه المصاحف صفحة 34 قال نفس الكلام ان عيشة قالت كده وكده الخطأ من الكتاب. ولهذا الباحثون بيسألوا بقى يقول لك ايه مدلول اخطاء الكتاب؟ اين اذن آية انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون؟ وبعدين الباحثون يتجرؤون في التساؤل هل القرآن اذن منزل من عند الله؟ وانا ارد على هذه التساؤلات التي تتعدى الخطوط الحمراء. واقول دعوا فرصة للعلماء علماء التفسير والقرآن واللغة أن يقولوا كلمتهم،
وإن لم يردوا بالردود المقنعة فمن حقكم أن تعترضوا معبرين عن رأيكم الذي كفله لكم القانون والعرف والدين. فإذن القضية مش صغيرة. لا. اعتراف بخطأ نحوي في القرآن. ومش خطأ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. أخطاء كثيرة. أنت قلت أن كل هذه التساؤلات تتجاوز الخط الأحمر. فهناك أناس باحثين ومدققين وعلماء يستطيعوا أن يجيبوا على هذه الأسئلة. ولكن ماذا عن الإنسان العادي، المشاهد العادي الذي ليس له في تفاصيل مثل هذه؟ هل هناك أخطاء واضحة قد تكون واضحة لأي إنسان عادي ممكن أن يدركها؟ نعم. طبعا في حاجات المتخصصين ما يعرفهاش غير المتخصصين. نعم. ودي أنا مش عايز أمد إيدي لها النهاردة. يعني في حديثي أنا بكلم القاعدة العريضة من الشعب. نعم. فيه المثقف وفيه اللي بيكره العربي وفيه اللي بيكره النحو، فأنا مش عايز أخش في الحاجات المتخصصة. نعم. ودي أسيبها لما حد يجي يناقشني من المتخصصين. لكن أنا بتكلم على اسم إن، خبر إن، اسم كان، خبر، الحاجات اللي احنا خدناها في ابتدائي. نعم. من هذه الأخطاء نصب الفاعل، الفاعل معروف إنه هو دايما مرفوع. لكن إزاي القرآن وهو صاحب الإعجاز اللغوي يجيب الفاعل منصوب؟ إزاي دي؟ أهو سورة البقرة آية 124 يقول لك لا ينال عهدي الظالمين، لازم يكون الظالمون. لا ينال الظالمون عهدي. يبقى لا ينال عهدي فيها تقديم وتأخير. لا ينال عهدي الظالمون. نعم. لأن الفاعل هم اللي مش هينالوا، صح؟ ازاي دي تيجي؟ الامام الطبري قال ايه بقى في تفسيره على هذه الايه؟ قال انها جاءت في مصحف ابن مسعود لا ينال عهدي الظالمون. ابن مسعود قالها صح. طيب ليه تيجي في عثمان غلط؟ وليه مصحف معترفين بيه وبتوزع في الدنيا كلها كده؟ تساؤل كبير. ومصحف ابن مسعود غير موجود الان؟ لا موجود كل حاجه، ده اللي طلع بيه في العراق وما رضاش يسلمه لعثمان بن عفان. لا موجود، وهو يختلف مع هذه القرآنات هنا للاسف شديد. للاسف شديد. فالواحد مش عارف ان هو بقى الصح ومن القرآن السليم يعني. اي امثله اخرى؟ طبعا، ما هو الجعبه لا تفرقه. مليء. ايوه. بص عزيزي، في سوره البقره آية 177 يقول لك إيه؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر، ليس من أخوات كان وبترفع الاسم بتاعها تبقى ليس البر، وعلش أخطر ما حدش يقول لنا أنتوا بتألفوا مش فهم كنتوا في اللغة العربية. أيوة احنا لغتنا اللغة القبطية صحيح، بس قطعوا لسانتنا عشان ما نتكلمش اللغة القبطية، وعرفونا اللغة العربية، بس أنا تهيالي إنهم حيندموا أشد ندم إنهم علمونا اللغة العربية. بص يا سيدي، الآية نفسها في سورة البقرة 189 يقول لك وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ألح. في نفس السورة وما فيش فرق 10 آيات ويجي إعراب مختلف. في 177 ليس البر، وفي 189 وليس البر، أنه الصح؟ مشكلة. نعم. القرطبي بقى قال إيه؟ القرطبي يقول قرأ حمزة وحفص البر بالنصب، ولكن قرأ الباقون البر على أنه اسم ليس. وكذلك هو في مصحف أبي ليس البر، وكذلك في مصحف ابن مسعود أيضا وعليه أكثر القراء. تعال بقى هنا كده واخد بالك، ده مين؟ ورش. وتعال بينا في ورش صفحة 27 بيقول إيه؟ احنا قلنا ليس البر مش كده؟ لكن تعال هنا شوف يقول لك إيه؟ ليس البر
أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نعم. ليس البر أن تولوا وجوهكم، وهنا ليس البر أن تولوا وجوهكم، ده بتاع عثمان. وهذه ليس البر، ودي ليس البر، وهذه هي ال 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 تحت كتب النسخ التي متداولة في هذه الأيام. دي المتداولة اللي في مصر وفي أغلب، لكن دي بتاعة المغرب، وده بيوافقها اللي هو قالون أهو. نعم نعم. بص يا سيدي، ليس البر أن تولوا وجوهكم. نعم. يبقى أدي اتنين البر، وأدي واحد البر في سورة البقرة. نعم. وآية 176. ليس البر. شفت ازاي؟ يعني المصاحف الموجودة. نعم. يعني مش بنجيب غيبيات. نعم. مرفوع ومنصوب. شيء غريب جدا. غريب فعلا. غريب فعلا. صحيح. وتستدعي كل إنسان أنه يسأل عن هذه الاختلافات. طبيعي. طيب، هل لديك أي أمثلة أخرى؟ تأكيد ما تشدنيش. طبعا في كتير. في سورة الروم آية 10 يقولك ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. ثم كان عاقبة، اسم كان بيبقى مرفوع، فإزاي تجي منصوبة اسم كان عاقبة؟ القرطبي قال إيه؟ قال قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ثم كان عاقبة بالرفع. نعم. ويوضح القرطبي نفسه السبب إذ يقول لأنها اسم كان. بص هنا، طلع معايا هنا صفحة 405، وهنا برضو كذلك 405. نعم. ثم كان عاقبته بالضم. فعلا بالضم. نعم. طب وخد دي. وهذه تقول عاقبته ايضا نفس الشيء. طيب بص، مفيش خلاف. ده هنا عاقبته. نعم. وهنا عاقبته. شوف هنا بقى ايه. ثم كان عاقبته تا الذين كان عاقبة منصوبة. نعم. ادي الاثنين قالون وورش عاقبته، وعثمان عاقبته. نعم. الله، المصداقية بتضيع. الله، بتضيع مين الصح ومين الغلط. نعم. مشكلة بمنتهى الصراحة. نعم. محتاجة إلى إجابات من حضرات الأفاضل علماء الأزهر وعلماء الإسلام. لقد تكلمنا عن كثير من ما يبدو بالمخالفات، ولكن لدي سؤال آخر من أحد المشاهدين يقول: أنتم تؤمنون أن المسيح هو الله، فمن كان يحكم العالم عندنا عندما كان المسيح على الصليب، أو عندما مات الله إن صح التعبير؟ ما اللخبطة؟ هذا التفكير البشري. اللخبطة بتاعت أحبائنا المسلمين انهم ما بيبصوش للمسيح في طبيعه بشريه وطبيعه لاهوتيه. نعم. انسان كامل حل فيه او ظهر فيه او تجلى فيه الله. نعم. وده قلناه في الحلقه اللي فاتت. نعم. زي الجبل تجلى فيه، وزي الشجره تجلى فيها، فان كان قد تجلى في الحجر والشجر. نعم. ليس بغريب ان يتجلى. نعم. في البشر. فاللي بيموت زي اللي بياكل واللي بيشرب الانسان، واللي بيموت الإنسان، لكن اللاهوت لا يتأثر. زي الحديد، الله لا يموت. حديد. نعم. جبنا حتة حديد وحمناها في النار، عاقب بدأنا نطرقها. نعم. الطرق وقع على إيه؟ على الحديد. نعم. أما النار فجوهر لا يطرق، ما يتأثرش. فاللاهوت زي النار، والناسوت زي الحديد، الصلب على الحديد، الموت على الحديد، على الناسوت يعني. وليس على الله، الله لا يموت. نعم. لأنه مش مد عشان يموت. نعم. هناك سؤال آخر أيضا. إن كنتم تؤمنون أن المسيح هو الله، فما معنى أن يقول وهو على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ بالضبط. الإلهي إلهي لماذا تركتني
دي لها قصة لطيفة قوي. نعم. في الصلاة دايما سواء الصلاة اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية الإمام أو الكاهن اللي بيتصدر الصلاة بأمها بينطق البتاع، يعني مثلا في الإسلام الله أكبر، نعم الناس كلها تقول إيه؟ بتردد الله نفس الكلام. أكبر، نعم وفي اليهودية كان كده وفي المسيحية كده. نعم. نقول لنقول مزمور ارحمني يا الله، بس ما بنقولش لنقول، احنا بنقول ارحمني يا الله، فتبص للشعب كله ارحمني يا الله كعظيم رحمتك بيرددوا. فالسيد المسيح ككاهن اعظم على الصليب قال لهم الهي الهي لماذا تركتني، ده مزمور 22 بيبتدي بهذا هذه الالفاظ. طب وايه الميزه؟ الميزه ان مزمور 22 النبوات كامله عن صلب المسيح، فكأن المسيح بيقول لليهود اللي عملتوه فيه يا ده متنبأ عنه في العهد القديم. فإن بيقول فيه إيه؟ عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي ويبست مثل شقفة قوتي، ثقبوا يدي ورجلي. داود النبي ما تثقبتش يدي ورجليه. أحصي يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباس يقترعون. فإذا بيذكرهم ان احداث الصلب كملت، وعشان كده بعدها قال ايه؟ قد اكمل. يعني النبوة دي اكملت قدام عينيكم. فكان للفداء وللخلاص. للفداء والخلاص. شكرا جناب القمص، ونلتقي معك في حلقة اخرى. اعزائي المشاهدين، شكرا لله الذي يريد ان يوصل رسالته ومحبته إلينا نحن البشر، فيقول لنا في عاقب شريف: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم، واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب، لذلك كونوا أنتم مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد. شكرا لكم أعزائي، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. آمين.